أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا بالبداية آسفين كثير على التأخير اللي صار بسبب عطل فني صار معنا. على كل، خلونا نرحب بضيفنا الغالي الأخ كريم. أهلا وسهلا فيك أخي كريم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أخي في أخي أهلا كريم. وسهلا. طبعا أخي كريم بالحلقة الماضية كان على أساس نعمل الحلقة كاملة للغزو العربي الإسلامي لشمال أفريقيا، والحلقة ما كفتنا بصراحة، حكيت فيها وحتى وصلنا عند مقتل أكسيل، قدوم أكسيل، وبعدين وقفنا عند داهية. وانت حابب في سؤالين حابب تجاوب عليهم وفي بعض الاشياء، تفضل اخي، الميكروفون معك والمحاضرة معك، تفضل. المهم، أول شيء أعتذر، يعني المرة الأخيرة كنت شوية تاعب وتقريبا يعني ما حضرت حتى شيء، يعني كانت المقابلة، يعني ما احنا ملزومين بوقت، مش كيما معناتها التسجيل كيما المباشر، يعني ملتزم بوقت لازمني نحترمه، وساعات يعني أنشغل وما نلقاش الوقت معناتها باش نحضر الحلقة متاعي، لكن مش مشكل، يعني كيما يعرف جان نستعمله يعني مخنا، فهمت؟ باش نبدا هذه الحلقه مع سؤالين تقريبا هما نفس النوع، فهمت؟ السؤال الاول اللي سئل هو ما هو الدليل على اننا امازيغ؟ طبعا اللي سالني السؤال هو من شمال افريقيا. وهذا السؤال، هناك شخص اخر طرح نفس السؤال ولكن بطريقه اخرى، قال لي كيفاش نعرفوا الشعوب الاصليه؟ وكيفاش نميزوا من بين الشعوب الاصليه والشعوب الغير اصليه؟ هذه التسميه نتاع الشعوب الاصليه والشعوب الغير اصليه هي تسميه نجم نقولوا حادثه. به، انا باش نحاول نجاوب على السؤال هذا بطريقه مختصره باش تفهموا الموضوع. اللي نعرف احنا الانسان كما قلنا في الحلقه الاولى خرج من افريقيا وبدا يعمر في الارض نحو مصر، ومن مصر فما فرع اتجه نحو شمال افريقيا ومصر، وفرع اتجه نحو ما يسمى الشرق الأوسط، وعرف بالعصور. العصور، هناك العصر الحجري هو من أقدم العصور تقريبا متاع الإنسان العاقل، عندما الإنسان بدأ يستعمل الأدوات كما العصي والحجارة وصقل الحجارة وكل شيء. في ذلك الوقت ظهرت شعوب، هذه اللي نسميها الشعوب الأصلية. يعني في أي منطقة ما نلقاوش فيها تواجد للعصر الحجري، يعني أن هذه المنطقة كانت ماهيش مسكونة وجاها شعب واستيطنها. ونعرفوا احنا العصر الحجري يعني وقع عنده يعني فترة طويلة جدا تقريبا، والأمازيغ يعني لم يأتوا، شمال إفريقيا لم تكن خالية من السكان، وقبل 10,000 سنة أو 20,000 سنة جاوها ناس سكنوا فيها، لا، من أول التاريخ، من قبل 150,000 سنة، بدلالة أن الحضارة القفصية اللي موجودة من قفصة جنوب تونس إلى الجزائر، يعني وجدنا أدوات يعني وقت العصر الحجري. كما أن في فلسطين الفلسطينيين الفينيقيين وقبل الفينيقيين أو الكلدن ما يطلق عليهم الساميين. الساميين، حبيت نأكد هنا حاجة، أن كلمة السامي والحامي هي كلمات دينية جابوها اليهود معهم، لكن العلم الآن يستعملها لكي يحدد شعب معين. إذن الأمازيغ كانوا موجودين قبل وجود العرب، لأن العرب هما فرع من الفرع، معناتها فرع من الشعوب السامية. نعرف اللي احنا كانوا فما الكلدن، ومعناتها اللي هي معناتها أقدم الشعوب السامية، فهمت؟ من بعد جاءوا الفينيقيين وغيرهم وغيرهم من الشعوب اللي جت من بعد. إذا لو نرجعوا، العرب متأخرين جدا، حتى اليهود. اليهود هي فرع من شعب أصلي. العرب هو فرع من شعب أصلي، يعني الشعب الأصلي هو الشعب السامي، كما الشعب اللاتيني هو شعب أصلي فرع فرنسيين وطليان، ونفس الشيء الأمازيغ يعتبروا شعب أصيل. هذه نقطة.
النقطة الثانية، عندك سؤال؟ احتمال الجواب تاع سؤالي في النقطة الثانية، تفضل. أنا فكرت أوكي. خلصت، تفضل. أوكي. النقطة الثانية اللي معناتها حبيت معناتها نأكد عليها هي إن فما هناك شعب أصلي، ولكن الشعب الأصلي هذاك ماهوش باش يبقى وحده. فهمت؟ يعني باش تجي هجرات وباش يهاجر هو وكل شيء، ولكن أي هجرة تفدي لي تاخذ الطبايع نتاعو وتمتزج معه. يعني توا وقت نجيو نبحثوا على الشعوب أصلية مثلا الهنود الحمر نلقاهم مخلطين. فهمت؟ لو نبحثوا على الشعب الأمازيغي نلقاهم مخلط، خاطر هناك عدة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، هذه مناطق يعني نجم نقولوا هي قالب العالم القديم. يعني جاوها عبيد من الهند، من مغولستان، جاوها من البندال، من أوروبا، من كل بلاصة. يعني كانت منطقة وسط. فإذا احنا وقت نقول شمال افريقيا امازيغي، اعتمادا على ان العصر الحجري، ووجدنا والامم المتحده معترفه ان الانسان العاقل لومو سابيان، يعني الانسان العاقل الاول وجد وعمر شمال افريقيا من الاول قبل ان يعمر اوروبا. اذا هو تطور تطور تطور، وقت توفد احنا نعرف في الهجرات كما قلناها ديما الهجرات ديما توقع ذكورية، لأن النساء ديما مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالأرض. مثلا نشوف مثلا جهة منطقة، نرجع لكردستان، كردستان نلقاو آثار قديمة جدا لشعب عنده صفة عاش في منطقة تركيا اللي توا تتسمى تركيا. تركيا مش موجودة أصلا، تركيا مش موجودة، منطقة تركيا وشمال العراق، وحتى إنهم حاربوا وأسقطوا السومر. يعني هناك هجوم كردي من نزلوا من الجبال واحتلوا سومر. حتى هناك من يقول ان السومريين اصلهم من الاكراد، لان كانوا عندما يبنون البنيان بتاعهم يبنوه على حاجات عاليه، لان الاكراد كانوا معروفين بسكان الجبال. اذا هذوما الشعوب الاصليه. اما العرب، حتى نرجعوا للغه، اللغه الامازيغيه قديمه، يعني في قدم اللغة السومرية ولا الكلدانية، يعني في نفس القدم. يعني وقتها كانت اللغة الكلدانية العرب مش موجودين واليهودية مش موجودة، هذوما شعوب جاءوا من بعد. إذا نظن أجبت على هذا السؤال، معناتها هذه هي النقطة المهمة، أن الشعوب الأصلية هي أول من استوطنت من العهد الحجري منطقة معينة، ثم عندما يتفاوت معناتها يتوافد عليها شعوب أخرى من كل المناطق لا تفقد هويتها لأنها أخذت الخصوصية متاعها. إذا شمال إفريقيا من النيل إلى الكناري يعتبر أمازيغي بالأدلة العلمية والتاريخية. نظن المسألة واضحة. بس في نقطة كمان، احتمال في أصدقاء ما تابعون الحلقتين الماضيتين، يعني عن الهوية الأمازيغية، يعني في بعض الناس بيفكروها أنه جينية، لازم يكون جينيا أمازيغي. هي موجود، الجين الأمازيغي موجود، يعني هذا دليل، الجين الأمازيغي موجود بالفعل. الجين الأمازيغي يعني عنده خصوصية، معناته خصوصية خاصة به. لكن عندما نقول إنسان، عندما نمشي أنا نحلل ويقول لي لي أنت أمازيغي، أول حاجة لازم نفرقه التحليل الجيني، فما التحليل من جهة الأم ومن جهة الأب، حاجتين. ثانيا، التحليل ليس يكون على عرق واحد، يمكن يكون على 10 على 20. يعني عندما يكون عندك الغالب الجين الأمازيغي، مثلا عندك 51% من جهة الأب أمازيغي، إذا أنت أمازيغي. لكن هذه المسألة ما هيش مهمة، فهمت؟ لأن وهنا هذا باش نفسر، يعني المسألة العرقية الآن علميا ومع تطور الإنسان وتطور الحضاري الإنساني، ما عادش أنت حتى ولو الجين نتاعك تحلل تلقى الجين نتاعك يا سيدي اوروبي، ولا هي مثلا الدراسات الاخيره قال لك تقريبا 80% من الشمال الافريقيين هم امازيغ، عندهم الجين الغالب هو الامازيغ. ال 20% الاخرين عندك منهم 4% عرب، عندك منهم 8% اوروبيين، او وعندك افارقه تقريبا نفس الشيء تقريبا. إذا ولو نعود للمنطقة الشرق الأوسط نلقاو نسبة 10% أمازيغ عندهم الجين الأمازيغي نتيجة السبي، خاصة منطقة سوريا والعراق.
إذا احنا توا لو نتكلم جينيا، الجين الأمازيغي موجود وهو جين قديم وعريق ولا نقاش فيه، ولكن احنا الآن مهمش. علاش؟ على خاطر احنا توا تجاوزنا المسألة العرقية، نجم تكون أصلك أوروبي أصلك، لأن الأمازيغية وهذا باش نتكلموا فيها في الحلقة الأخيرة، يعني حول الفكر القومي أو الفكر، هذا الفكر القومي جاء به العرب، فهمت؟ العرب وبعض الشعوب الأخرى، فهمت؟ يعني اللي تحب تحسب روحها خير من الآخرين وأحسن من الآخرين. إذا هذا تجاوزها الإنسان الآن، تجاوزها. والأمازيغ عبر التاريخ كانوا ما يؤمنوش بالمسألة هذه، كانوا مختلطين، هذاك علاش كانوا يقبلوا الوفود والهجرات ودخول الناس إليهم، ما كان عندهم حتى مشكلة، ما عندهمش، ما كانوا الشعوب، رغم اللي هما شعب أصلي ولكن لم يكن شعب عنصري. هذه نقطة أولى. وهذاك علاش معناتها بعضهم يقول، معناتها هنا النقطة الأخيرة اللي باش نجاوب عليها قبل ما نبدأ الموضوع، هو مسألة هذا الشعار. نعرف اللي احنا كل شعب عنده الشعار نتاعه، فما اللي يعمل هكا يعني الانتصار، فما رابعة نتاع الأمازيغ عندهم خاصية بهذا الشعار. معناتها نعرفش كان نجم نوري بعض الصور لهذا الشعار. كيفاش نمشي؟ نمشي في عندك نمشي. بس طالع الصورة، انت افتح الصورة بعدين ارجع الهانج اوت في السهم الأول. اوكي هاني باش نوريكم الشعار هذا، تلقاه دائما عند الأمازيغ وفما اللي ما ينتبهوش ليه. مثلا هذا، هاني حليت الصورة. اي من بعد بعد ترجع الهانج اوت، صفحة الهانج اوت، في على ايدك الشمال سهم اخضر هو الشير سكرين، تضغط عليه بيطلع لك الصفحات اللي بدك تسوي لها شير. ما عنديش الصفحات، ما عنديش. طب اذا بتبعت لي على الفيسبوك على السريع ممكن انا اسوي لها شير على السريع. بيعت انا بعتهم لك على الفيسبوك توت سويت. لحظه خاطر ما همش قاعدين يظهروا، يعني مانيش فاهم علاش. تصور الكل باش انت كل مره نقول لك حط تصويره. تمام. اصبر سامحني، سامحونا احنا ماخذين راحتنا. خذ راحتك اخي، اول ما عندناش شكون يجري ورانا وما عندناش شكون يخلص فينا. هاو بعثهم لك الصور. انا ممكن اساوي شير للصورة اللي بدك اياها. الصورة فما الصور نتاع الاصفر هذاك وفيها يد ثلاثة، وفما الصورة نتاع اللي هازز العلم على ظهره وعامل يديه هيك. وفما صورة أخرى ناس هزين علم، معناتها أشخاص كثير وهزين العلم، وذوك من باقي صور داهية وعلم ري. أنا هي أول صورة، الرجل اللي حاطط العلم ورافع الأصابع الثلاثة، الأصابع الثلاثة، ما أكثر شيء الأمازيغ يعملوها هيك يعني على جنب. وفي هالصورة كمان يعني ثلاثة، كمان مجموع من الشبان كمان رافعين الاعلام. خاطر كثير يشوفوا هذه العلامه وما يفهموهاش، وهي شعار امازيغي. اما هاي كمان الاصفر كمان، يعني هاي جاتو اظن، يعني هاي جاتو، قطعة جاتو، نفس الشعار. لا هذوما خليهم من بعد توا نحكي عليهم. طيب ثلاثة الأشخاص، ما في ثلاثة أشخاص بصراحة، ما بعت اليوم أظن. لا هذوك ما هم، هذوك ما هم ثلاثة صور مش ثلاثة أشخاص. ثلاثة صور. أوكي شفناهم معناته. أوكي شفناهم، نسكر توا. تفضل. إذا هذا الشعار شنو يرمز؟ هذا معناته تلاحظوه في كل ما يسمى، تسكر سكريم. فوالا خاطر حل الفيسبوك نتاعك. اذا هذا الشعار هو يرمز، معناتها تلقاه في كل تظاهره امازيغيه او في اي مكان يعملوا هذا، ثلاثه ثلاثه، هذا يرمز الى الارض
الهوية الإنسان. نجم ترتبهم بطريقة أخرى ما تقريبا هكذا. الهوية داخلة فيها اللغة، هما بعضهم يقولوا الأرض اللغة الإنسان، وبعضهم يقولوا الأرض الإنسان الهوية. هذوما الثلاثة الرموز اللي طالبوا بهم الأمازيغ، واللي من أول التاريخ وهما يطالبوا بهذا الشيء، يعني أن تكون الأرض تكون ملكهم، وأنهم يطبقوا عليها الهوية نتاعهم باللغة نتاعهم بالتقاليد وبالعادات. وهذا شلون يكون سوف يكون الحلقة القادمة نتاعنا، باش نتكلموا حول الأديان والمعتقدات الأمازيغية. والإنسان، الإنسان هو الإنسان الحر، هذا هو المقصود بهذا الشعار. إذن نكمل، نظن المسألة واضحة. واضحة بالضبط، أنا بالنسبة لي واضحة، أصدقائنا اللي يعني أكيد واضحة لهم كمان. أوكي، تفضل أحمل أخي. توقفنا في الحلقة اللي قبل هذه حول حرب جرجر. جرجر هذا أحد الملوك الأمازيغ، باش نعطيكم ملخص على شنو وقع تقريبا في الحلقة الأخرى. بعد أول الحروب العروبية الإسلامية إلى شمال أفريقيا، في الأول كانت استطلاعية، كانت استطلاعية وكانت مناوشات واحتلال برقة ثم احتلال طرابلس وارتداد طرابلس وخروجها، ومرتبط كثير بما يحدث في الشرق وموت عثمان وغيرها. أنا عملت خطأ في الفيديو السابق عذرا، أني قلت على أن عمر قتله ابن ملجم، عمر لم يقتله ابن ملجم، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. يعني بعد ما سمعت الفيديو اكتشفت هذا الخطأ، اللي قتله ابن ملجم هو علي. المهم، من بعد وقعت، وعمر كان رافض ان يفتح شمال افريقيا، فهمت، يقول لك ما تمشيوش وراء البلاصه هذيك، قال لك انها منحوسه، فهمت، كان يخاف منها عمر. وقال، عنده قوله معروفه قالها، قال لا يغزوها احدا ما دمت حيا، لا ما يمشي لها حتى حد ما دمت انا حي. وعثمان كان موافق في الرأي، ثم وقت مات عمر كما قلت لكم في الفيديو السابق، عثمان بدل رأيه عندما شاف الغنائم والأموال والخيرات اللي جات من شمال أفريقيا. المهم، بعد المناوشات الأولى اللي وقعت في عهد عمر وفي عهد عثمان، ثم محارب الحرب الذي وقعت جرجر هذا، هو أحد معناتها هو كان موكل من بيزنطة، معناتها كان مدعوم من بيزنطة، هو مسيحي، فهمت، منتمي إلى سلسلة عريقة، وكان إمبراطور، ولكن تمرد، فهمت، تمرد على بيزنطة وأراد أن يوحد شمال إفريقيا. كما قلت لكم، شمال إفريقيا في ذلك الوقت، وتكلموا عليه في الفيديو القادم، كانوا يؤمنوا بمذهب مسيحي قريب للصوفية، بعيد على المسيحية البيزنطية الشرقية والمسيحية الرومية متاع روما. وهنا يعني لازمكم تعرفوا حاجة، الإسلام أو القرآن عندما يقول يتكلم عن الروم، راه هو أخطأ، لأن وقتها روما سقطت عام، معناتها تقريبا 200 عام قبل جيان محمد، فهمت، روما ما فماش روما، روما معناتها معناتها بلايس متقطعة ما عندها حتى قيمة. اللي كانت عندما يقول في القرآن غلبت الروم، هو كان يقصد بيزنطة. ومع كانوا العرب ميفرقوش من بين بيزنطة ومن بين الروم، كانوا يسميوهم روم، لكن هل رب الإسلام ما كانش يفرق زعما؟ لو القرآن كان بالفعل من عند إله، هذا الإله لم يفرق بين الرومان والبيزنطيين، ليس هناك علاقة بين الرومان والبيزنطيين. المهم، هذا جير، واعذروني من نطق الاسامي، ما تطالبونيش. حاول يوحد من جهه الجزائر حتى لتونس، وقلت لكم هو قد مملكه قبل قدوم العرب المسلمين، وعمل العاصمه نتاعو قرطاج. ثم عندما شاف الجيش الاسلامي هاجم من الجنوب، شنو عمل؟ قرر باش يبدل المملكه نتاعو لسبيطله، وخاض حرب كبيرة مع المسلمين، العرب المسلمين، ولكن في الأخير هزم، فهمت، في سبيطلة وقتل، فهمت، وانتهت هذه الفترة نتاع الغزو الأول، وعاودوا ارتدوا الأمازيغ ورجعوا، يعني خرجوا من الإسلام، اللي أسلم خرج من الإسلام.
نتيجة الوضع اللي قلت لكم عليه، الفتن اللي وقعت في الشرق الأوسط وخاصة مقتل عثمان وغيرها وغيرها وغيرها. إذا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المهمة اللي جات هي عكسل، عيطولو المسلمين كسيلة، فهمت؟ على نغم مسيلمة. على نغم مسيلمة، فهمت؟ يعني على نغم مسيلمة. إذا معناتها رغم اللي كما قلت لكم يعني الفتح الإسلامي العربي، أو مش فتح، هو احتلال وغزو وسرقة دام مدة تقريبا 70 عام، وكان من أصعب أنواع الاحتلال. يعني كما قلت لكم يعني العرب المسلمين أسقطوا يعني فارس بطريقة بسيطة ووسط ياسر مناطق، لكن شمال أفريقيا كانت عصية عليهم، فهمت؟ إذا ولم يعني معناتها بدأت يعني كما قلت لكم فتح مصر، فهمت، بقيادة عمرو بن العاص، ومن بعد فتح مصر برقة، ومن بعد طرابلس، ومن بعد وقعت حرب جرجر، ومن بعد جاءت ما يسمى أكسل. أكسل هذا استطاع رغم اللي هو كان موالي، يقولوا موالي لروما، أو يطلب الدعم من روما ضد بيزنطة، لأن أكسل كان ضد كل ما هو شرقي، يعني كان يكره بيزنطة ويكره العرب المسلمين. فهو انطلق من منطقة الجزائر وتونس وحارب البيزنطيين وحارب ما يسمى الجيش العربي الإسلامي. إذا معناتها الحرب دامت طويلة ياسر، واستطاع أكسل أن يجمع كل القبائل الأمازيغية تحت رايته، وكان تحت الجند نتاعو التاهية. هنا باش ندخلوا في التاهية، راهو النطق نتاعها فما اللي يسميها الداهية، فما التاهية، فما والمسلمين يعيطوا لها الكاهنة. هي كانت ضمن الجيش نتاعو، كانت عندها جيش حتى هي، وانضمت للجيش نتاعو وقبلت القيادة نتاعو من أجل محاربة المسلمين. واستطاع أكسل أنه يدفع المسلمين ويحرر القيروان الذي تم احتلالها من طرف المسلمين وطردهم، وكما نقولوا احنا قتل منهم كثير حتى أنهم هربوا إلى نواحي برقة، يعني أفناهم في القيروان وأفناهم في ليبيا والحق عليهم الأقصى منطقة، وطلب الدعم من روما لكي يدعمونه ضد العرب. لكن بعد لا استتابت الأمور في الشرق الأوسط ووصول معاوية للحكم وكل شيء، بدأت تتبدل الأمور خاصة في حملة أبو مهاجر دينار. هذا أبو مهاجر دينار أحد الخلفاء أو الموالين للأمويين، كان نوعا ما متسامح مع الأمازيغ. وكسيلة استطاع، معناتها أبو مهاجر دينار استطاع أن يقنع كسيلة أن يدخل في الإسلام، وبالفعل دخل في الإسلام. وقلت لكم يعني الحادثة اللي وقعت أنه من بعد وقتها جاء عقبة بن نافع، رجع هو خذا القيادة متاع الجيش، عامل معاملة سيئة الأمازيغ. عقبة بن نافع هو أكبر مجرم عامل الأمازيغ. حتى نذكر لكم قصة، في أحد الغزوات في ليبيا هجم معناتها عقبة بن نافع وعلى بعض الأمازيغ، ولم يستطيع أن ينتصر في الحرب، ولكن شنو عمل؟ عمل الهدنة معاهم. بعد عمل الهدنة معاهم اغدر بهم ومسك القائد نتاعهم ونحلوا خشمه، قصلوا خشمه. يا أخي قالوا علاش نحيتني خشمي وأنا عملت معناتها هدنة معاك وكذا؟ قالوا لكي لا تفكر المرة القادمة أنك تحارب العرب، مش تحارب المسلمين. قالوا لا تفكر المرة القادمة أن تحارب العرب. إذا كسيلة، معاملة عقبة بن نافع للأمازيغ كانت جدا جدا سيئة، فهمت؟ كان لا يهتم بحد شيء، كان يستولى على النساء، حتى أن فما روايات تقول أن عقبة بن نافع حتى كان ياخذ الجواري ويسهر هو والجيش بتاعه مع الجواري الأمازيغيات،
فهمت؟ حتى الروايه نتاع انها وقتها كسيلة معناتها هجم على عقبه مع الجيش معناتها كان في الجيش نتاعو، قال كان الجيش نتاع عقبه الكل ساهر في الليل مع الجواري الامازيغيات وسكرانين، هذاك علاش ذبحوهم الكل على بكره تابعهم، فهمت؟ يعني هذه معناتها عقبه بن نافع ما يهمه حتى شيء، يهمه كان الجواري والثروات والذهب وغيرها من الامور. اذا كسيلة استطاع ان يوحد شمال افريقيا نوعا ما، وكان عنده جيش كبير، واستطاع ان يوحد الامازيغ، وصل حتى لطنجه، حتى لطنجه الامازيغ كانوا يجيوه باش يحاربوا الجيوش الاسلاميه حتى لطنجه، يعني من ليبيا حتى لطنجه. ولكن في الاخير خسر المعركه، وقعت معركه لانه وقت هربوا للبرقه جاتهم الامدادات قويه جدا من الشرق الاوسط، من معناتها باش يعاودوا يغزيوا، وهجموا على كسيلة، فهمت؟ اللي كان معناتها يعتبر امير معناتها امازيغي، هو اصله من خنشله من شرق الجزائر، قلت لكم منطقه هذه كتامه شرق الجزائر وغرب تونس، هي منطقه عرفت كثير بالقياديين، كما قلت لكم حتى الان اكثر الجنرالات في الجيش الجزائري تلقاهم المنطقه هذيك، وهو يعتبر احد الابطال التاريخيين عند الامازيغ، واللي معناتها ذكروه كل الكتب، فهمت؟ معناتها ومقتله لعقبه بن نافع، ومعناتها وقوات والقوات نتاعو واللي معاه، يعني كان انتصار كبير جدا للامازيغ في ذلك الوقت. اذا بعد مقتل عقبه بن نافع، بعد مقتل اكسل، بعد لا استولى على شمال افريقيا، ظهرت اخذت القياده التاهيه، الذي المعنى بتاع الاسم بتاعها بالامازيغي هي التي تزداد جمالا، يعني كل ما تكبر تزداد جمال. هذه المراه في الحقيقه اسطوره، بدليل ان المسلمين العرب اطلقوا عليها الكاهنه، لانهم قالوا انها تستعمل الجن في حربها مع المسلمين. كانت يعني جدا ذكية، كانت داهية بالفعل، هذاك علاش سموها الداهية الكاهنة. في الحقيقة لا نعرف بالضبط ما هو الدين بتاعها، ما يقال إنها كانت يهودية، وكما قلت لكم وسوف نتكلم في الفيديو القادم، إن اليهود كانوا مندمجين اندماج كلي مع الأمازيغ، بدليل قلت لكم الريف، حتى علم الأمازيغي في منطقة الريف هي شمال المغرب، عندما طالب الاستقلال عبد الكريم حط العلم نتاعو، تنجم توري التصوير نتاع العلم، فيه النجمة الهلال والنجمة اليهودية، وري العلم. لأن العلم الأمازيغي الذي وراي هو علم كل الأمازيغ، لكن كل منطقة عندها العلم متاعها، هذه منطقة الريف، هاي العلم الهلال والنجمة الداودية مثل ما شايفين أصدقائي، تشبه العلم تونس الحالي تقريبا يعني، أي أما النجمة سداسية، سداسية صح، ليش خماسية، يعني لا يعني الهلال يرمز للإسلام والنجمة ترمز لليهودية. أخي كريمة، هل العلم التونسي الحالي هل له علاقة بهالعلم هذا؟ لا لا، ما عندوش حتى علاقة. تمام. العلم التونسي هو علم تركي راه. واضح، هو علم تركي كان هو بصراحة. والنجمة النجمة اللي في الهلال في علم تونس يقال إن معناتها هي معناتها ترمز للإسلام، لكن في الحقيقة هي ترمز لتانيت. تانيت تو نحكيو عليها في الفيديو القادم، المعتقدات اللي كانت في شمال افريقيا، يعني اما مو تعرف ديما وقت يجي الاسلام في بلاصه الاولياء القدم من المسيح يردهم اولياء مسلمين، فهمت؟ يعني يبدا ولي مسيحي ولا ولي يهودي يبدل له اسمه ويردوا معناتها ولي مسلم، فهمت؟ يعني خاطر يشوف الناس معناتها يتقربوا له كل شيء يردوا ولي مسلم. إذا معناتها وقت أخذت التاهية أو الداهية أو
التاهية أو الكاهنة لنعرض صور أخبرنا. للداهية، هي صور، في صور أي للداهية. وري وري الصور بتاعها، وري الصور بتاعها. هي إحدى الصور، هي أظن هي وراكبة على فرسها، أي وفي هذه صورة تمثيلية مش صورة حقيقية، هذه طبعا صورة أكيد أكثر شيء حقيقية أكيد. يعني مرسومة. وهي صورة أخرى كمان، يعني كمان تمثيلية أظن، يعني أي لا، هذه على حسب أوصافها المذكورة في التاريخ. هاي أوصاف المذكورة في التاريخ. خلصوا هاي هي كانت طبعا. جدا جميلة. وفيها الصورة هاي كمان، أظن هاي كمان هذه أقدم حسبها صورة لها، رسمت قديما. تمام. وامرأة جميلة بصراحة يعني. طيب أظن هاي الصور لا، اللي فهناك صورة أخرى للتمثال متاعها اللي موجود في الجزائر. دعي أشوف إذا هاي صورة التمثال كمان موجودة. هاي صورة التمثال إذا صورة هذا التمثال تم حرقه منذ تقريبا 5 أشهر أو 4 أشهر من طرف العروبيين المسلمين، يا سلام، وتم إعادته. يعني نشكر الله تم إعادته بصراحة. يعني هذول بنوقت ما استلموا بعدها بما يسمى الثورات العربية، يعني فظعوا بالعالم العربي. شفنا بسوريا شو عملوا، يعني للأسف الشديد يعني آثار تدمر نصها راحت. تفضل أخي تفضل. إذا نواصل الكلام. هذه الملكة التي يعني معناتها تعتبر، يعني هما بعض في كتب التاريخ يقول لك اللي العرب المسلمين عندما جاءوا إلى شمال أفريقيا وجدونا نسكن في الجبال والكهوف وهم علمونا الحضارة. يعني هم يعني لو يعني القدوم الإسلامي العربي هو اللي علمنا الحضارة وهم لا يعلمون. ومع أسف يا جان، هذا يدرس في كتب التاريخ الآن في تونس والجزائر والمغرب، يقول إن الأمازيغ كانوا يعيشون في الكهوف وفي الخيام. يعني جايب لنا الإسلام، هذم جايب لنا الإسلام والعروبة، الإسلام الذي أهان المرأة وأذل المرأة. من يجد امرأة استطاعت أن تحارب المسلمين تحت جيش كسيلة، وبعد موت كسيلة ودامت الحرب متاعها تقريبا 30 سنة، بعضهم يقول 35 سنة. العمر متاعها وقتها ماتت، هم اللي يقولوا ماتت فوق 120 129، لكن هذه معلومات ليس صحيحة، ولكن كانت كبيرة جدا في السن، لأن كانت عندها هي 3 أولاد، كانت عندها بنت وزوز أولاد، وكانوا أولادها كبار وكانوا يشاركوا معاها في الحرب. حسب قراءاتي أخي كريم، آسف، يعني 35 سنة تم حكمها داهية. وشغلة تانية، مسألة الحضارة، أنه أجوا العرب علموهم الحضارة. طب يا أخي، إذا في حضارة عند العرب أصلا كان لازم تبين بأرض العرب، يعني كمدينة والمكة. يعني أعطيني معلم واحد حضاري موجود بالمدينة والمكة. يعني إذا كان جايبين حضارة، أول يكون عندك حضارة حتى يكون جيب الحضارة. يعني أين الحضارة؟ أعطيني معلم واحد غير الكعبة المربعة، هاي شوية حجاب حاطين على بعض وعم تقدسوا. هاي تفضل أخي، آسف مش للمقاطعة. هما بنوها، ومش هما بنوها، يعني بنوها قبل، يعني جو من العراق، من جنوب العراق بنوها، يعني من دير ومن البصرة، يعني ما عندها حتى علاقة بيهم، مش باش يبنيو، ما عندهم حجر أصلا باش يبنيو. بالضبط. يعني الصحراء السوداء هي، يعني شو حضارتهم؟ يعني اليوم مثلا اليونانيين لما غزوا العالم يا أخي عندهم حضارة، ومبينة حضارتهم في آثار في الموجودين. الرومان نفس الشيء، مثلا التدموريين نفس الشيء. بس أعطيني شغلة، معلم واحد حضاري موجود في المدينة ومكة. يعني تفضل أخي، موجود أسأل الريح، مرة ثانية. موجود الريح، الهواء، ما هم يبيعوا كلام. وبول البعير لا تنسى. ها، بول البعير ايه بول البعير هذاك موجود، هذاك عاد. والمشكل اللي معناتها ندرس الان في كتب التاريخ، انا نتذكر عندما كنت صغير يقولون
البربر كانوا ناس مسخين مجملين عايشين في الجبال، رحل جاء الإسلام وعلمونا، كنا ما نلبسوش حوايج، كنا عورات حفاة، وهم جاءوا علمونا الحضارة وعلمونا الإنسانية. رغم اللي الجيش متاع كسيلة والجيش متاع تاهية كان جيش يعني مسلح تسليح قوي، يعني عنده تجربة رومانية بيزنطية قرطاجية، يعني تاريخ طويل جدا. الأمازيغ موجودين قبل، عندما كانوا الأمازيغ موجودين، فما في بعض الروايات أن المسلمين عندما دخلوا، فهمت، يعني يلقوا كانوا الحصون، يعني مش متعودين، يعني تتعجبوا من كثرة الحصون. وفما فما رواية أخرى هي قبل الإسلام، أن في حملة من حملات الفراعنة حول شمال إفريقيا، فما هناك وقعت حملة، قال لك دمروا 5 مدن، تعرفش منها مش قرى، مدن محصنة. هذا 3000 سنة قبل يعني خمسة، يعني 3000 سنة قبل التاريخ هذا. إذا معناتها يقولوا اللي ما عندهمش حضارة، فين ما عندهمش حضارة؟ يعني لو تمشي توا الآن لتونس والجزائر تشوف الحضارة أقدم، عروني حضارة واحدة عملوها العرب، ما تلقى حتى شيء يعملوها العرب. العرب شو عملوا؟ سرقوها من هنا وبناوها هنا، الجوامع والأولياء هذاك شو عملوا؟ غير الجوامع والأولياء هذاك شو عملوا؟ أخي كريم، حتى المهندسين هن ما هن عرب، يعني هن جابوا الفلوس هاي سرقوها من الناس وجابوا المهندسين البلاد اللي كانوا يغزوها، مثلا بلاد الشام مهندسين الشاميين، بلاد مثلا الأمازيغ المهندسين الأمازيغين، بإسبانيا نفس الشيء، يعني كانوا يسرقوا الأموال ويجيبوها المهندسين هن يعمروا لهم، يعني هن أصلا المسلمين هن ذات العرب هن ذات نفسهم ما كانوا يعرفوا يعمروا. أي بالحق ما عندهم حتى شيء، هم راوا حتى الجيش الإسلامي مثلا موسى بن نصير، هذا موسى بن نصير اللي هو معناتها النجم نقولوا، أو حسان بن النعمان، لو نجيو نلقاهم كلهم أصلهم موالي، موالي فرس، موالي، يعني حتى طارق بن زياد تو نحكيو عليه يعني في آخر هذه الفيديو، يعني اللي يقولوا، فما اللي يقول أمازيغي، فما اللي يقول لك لا هو مولى فارسي، فهمت، ماهوش أمازيغي. المهم يعني المشكل اللي الإسلام عندما جاء مع الأسف أراد ما يسمى يجعل من الإسلام هوية، ولكن المشكل ليس هوية معناتها عالمية، يعني ماهوش إيديولوجية باش يجيب لك مثلا يقول لك احنا كنا مسلمين، يعني ما لا فرق بين عربي وبين أعجمي إلا بالتقوى. ولكن المشكل هو شوف الخدعة اللي يعملها، الخدعة يقول لك، لكن الخدعة أن الإسلام دينه عروبي، يقول لك اشرب بول البعير وكل الجراد والبس الحجاب والبس الدشداشة، فهمت، ويقول لك هذا كفر الإسلام. لو كان الإسلام إيديولوجية عالمية راهو ما يجيش يفرض لباس على شعب، ما يجيش يفرض اللباس العربي على الشعوب الذي يحتلها، ما يجيش يفرض العادات والتقاليد العربية على الشعوب الذي يحتلها. مثلا هو يتوضأ 5 مرات في النهار في بلاد درجة الحرارة 50 درجة، يمشي لسيبيريا يفرض عليهم 5 وضوءات في النهار، علاش مسكين؟ ولا تجي مثلا هو يقول لك جنات تجري من تحتها الانهار، امشي لامريكا وامشي امشي شمال افريقيا تلقى جنات تجري من تحتها الانهار، مانيش حاجتنا بها في الجنه. هو يعني باش يوريك ان الاسلام ماخذ فكر عروبي ويريد انه يفرضه على العالم. واهم الشيء اللغه، يعني بدك تصلي لغه، بالعربي اجباري. اللغه اهم شيء اللغه. اذا الاسلام الذي اهان المراه والذي أذل المرأة والذي أحط من قدر المرأة وجعلها مواطن في درجة ثانية مثل الصبيان ولها ولي، من يواجه؟ يواجه إنسانة تقود كل الأمازيغ، يعني هذه معناتها المرأة الأسطورة الملكة التي خلفت كسيلة في حكم الأمازيغ وطردت العرب من إفريقيا في معارك طاحنة. تعرف كانت تستخدم كل الخطاب،
كل الخداع الحربية كانت معناتها عندها من الخداع انها تشد الحمير الحمير وتحط لهم كيف الحجر، وقتها يبداو يجريوا الحمير شنو يعملوا؟ يعملوا الحس. وقتها يعملوا الحس الجيوش العربية اللي فوق حصان يخاف الحصان يطيح مولاه، فهمت؟ حتى انها في احد الحروب انها عملت الحمير وعليهم يعني النار تشعل، وارسلت تقريبا الاف من الحمير، وهم العرب يسخيبوهم جنود وهم لهم جنود لا شيء، فهمت؟ ومعناتها قضات 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 على العرب المسلمين، فهمت؟ وطردتهم. لكن عام 90 هجري، وصلنا ل 90 هجري، من 22 ل 90 هجري، وقعت يعني استقرار الحال في الشرق الأوسط، ووصول الأمويين والحكم وموت معاوية، وبعد جو الخلفاء من بعدهم، وشافوا إن شمال إفريقيا هي يعني ثروة لا تقدر بثمن، لا من ناحية الذهب والفضة، لا من ناحية اللباس وأنواع القماش، لا من ناحية الجواري، لا من ناحية العبيد، من جميع النواحي. لهذا ركزت معناتها الخلافة الأموية على احتلال شمال إفريقيا نهائيا، فهمت؟ خاصة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، فهمت؟ وأرسل موسى بن نصير في حرب، ثم جاء بعده القائد الإسلامي العربي، فهمت؟ اللي هو يعتبر هو اللي معناتها قضى كليا على جيش الداهية. أما كيفاش قضى عليها هذا؟ شنو باش نعمل؟ هو حسان بن النعمان، هو الفاتح الحقيقي، يعتبر حسان بن النعمان. هم ديما وقت يحكونا في كتب التاريخ عقبة بن نافع، عقبة، ما يقولونش كيفاش مات، ما يقولونش كيفاش مات، ما يقولون حتى شيء، فهمت؟ أما الفاتح الحقيقي لشمال إفريقيا هو حسان بن النعمان، فهمت؟ وهذا باتفاق كل المؤرخين، فهمت؟ حسان بن النعمان هو النجم نقوله، زاد حتى هو يشكك في نسبه، بعضهم اللي يقولوا فارسي، بعضهم اللي يقولوا، المهم ما يعرفوش معناتها الأصل بتاعهم فين، أما بعضهم يقولوا عربي. هذا حسان بن النعمان استطاع أن يعني أن يستقر الأمور في ليبيا وفي جنوب تونس، فهمت؟ وعمل نظام سياسي وإداري وعسكري، فهمت؟ نظم الأمور ومعتها وبسط نفوذه إلى قرطاج، فهمت؟ يعني الساحل التونسي الكل وجهة ليبيا، وكان عنده امتداد كامل بمصر وبالشرق الأوسط. يعني هنا الدولة الإسلامية ولات ممتدة إلى سواحل تونس، فهمت؟ لكن وقت جاب يزيد يقدم، فهمت؟ اصطدم بالملكة التاهية، وهي زعيمة معناتها كبيرة، وجمعت قلت لك كل الأمازيغ على اختلاف لم يختلف معها أحد، لا من ناحية الدينية لا من ناحية القبلية، فهمت؟ انتصرت التاهية مع على جيوش المسلمين وأوقفت زحفهم، مما أجبر حسان، فهمت؟ وأتباعه إلى الهروب إلى طرابلس. وفيها في هذه الهروب في هذا الهروب قتل كثير من الصحابة، منهم ما يسمى العبادلة السبعة اللي الآن مدفونين، اللي اسمهم كلهم عبد الله عبد الله في القروان، فهمت؟ وأوقفت المد الإسلامي 5 سنوات، ومسكت كثير 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 من المسلمين العرب، يعني شدتهم كأسرى. لكن من المفروض شنو تعمل لهم؟ هي لم تتخذهم عبيد، بل أطلقت سراحهم، أطلقت سراحهم، باش يوريك معناتها الفرق من بين الجيش الإسلامي اللي يمسك الأسير ويجعله عبيد ويأخذ النساء للنكاح، ومن بين التاهية الذي مسكت المسلمين. وأدهى من ذلك وأحسن من ذلك إن التاهية أخذت أحدهم واستبنته، يعني اسمه خالد. صراحة أخي كريم، هون أنا
يعني في نقطة هون، يعني أنا بالنسبة لي كثير مهم إنه تعامل الإنسان بالمثل. يعني هلا يعني الداهية فرجت لهالأخلاق الحميدة، خلينا نقول لسكان المنطقة للأمازيغ، ولكن العدو شرس، العدو لا يفهم هذا المنطق يعني. اي اما هي كانت انسانيه معهم. وأظن هذا الخطأ الفادح يعني اللي بعدين قدروا المسلمين يسيطروا. شيء طبيعي، لان تو تشوفوا معناتها الخيانه وقعت من هذا الشخص الذي استبنته. فهمت؟ المهم كما قلت لكم معناتها في الحلقه السابقه، ان عندما جاء رسول حسان الى الداهيه قال لها ادعوك الى ان تؤمن بالله، قالت لا أعرف إلها غير إله الأرض، منه وجدت وإليه أعود، إلهي هو الأرض، أنا ندافع على إلهي هذا. إذن الداهية انتصرت على المسلمين وهرب المسلمين، هربوا لطرابلس وهربوا حتى البرقة وطلبوا المد، عاودوا رجعوا بقوة أخرى. ما انت ما تنجمش تتصورها بالك، يعني باش يحاربوا الواحد. وعلمت بهم طبعا تاهية، فهمت؟ علمت بهم وحذرت روحها للهجوم عليهم مرة أخرى، فهمت؟ التاهية عندما علمت حسان في الحقيقة من المعركة الأولى مع الـ الأمازيغ أصبح يخاف، فعندما وصل لطرابلس طلبوا منه باش يهجم، قالوا لهم لا. كما قلت لكم هي أخذت أحد العرب واستبنته وربته، يعني ربته كابنها معها. أظن كان اسمه خالد بن يزيد. أي خالد بن يزيد، نعم خالد، اسمه خالد. في معناتها هذا الشخص استطاع أن يرسل رسالة في الخبز، فهمت، إلى حسان وأعطاه كل خطة التاهية. فهمت؟ أعطاها كل الخطة بتاعها وقال له اهجم عليها الآن. وبالفعل هجمت هجم هج هي معناتها كانت فما الفترة هذيك، يعني هي ما زالت تحضر في روحها، يعني كان هو كان خايف، حسان كان خايف من البداية، يعني كان بقى خايف، راي هي حضرت روحها باش تهجم عليه. ولكن مع الأسف وصلت له الأوامر من عند الأسير التي استبنته وعاملته كابنها، وحتى أنه يقال أنها أعطته إحدى بناتها، أعطته إحدى بناتها يعني تزوج بها، فهمت؟ يرسل الخطة ومواقع الضعف متاعها وكل شيء. هي نظرت إلى، هي علمت، عرفت اللي فما خيانة عندما شافت الجيش المسلم هاجم، عرفت فما خيانة، قالت لأحد أولادها، الأولادها جمعتهم قالت لهم انظروا الى السماء، فهمت، نظروا للسماء، قالت هذيك هي الجيوش العربيه جايه، يعني السماء حمراء بالدم، فهمت، قالت انا خاف عليكم. ايش عملت؟ شوف معناتها الكرم نتاعها، وسط خالد اللي عرفته اللي هو خاين، قالت له ارجوك ان تحمي ابنائي، يعني المعروف اللي نطلبه منك، أنا باش نموت، قالت أنا أعرف كيف يموت القادة، أنا مانيش باش نسلم روحي، فهمت، خاطر بعضهم يقولوا أنها انتحرت، لم تنتحر، قالت أنا مانيش باش نسلم روحي ومانيش باش ننتحر، أما أولادي دخلوا في الإسلام وبنتي تهزهم وتمشي عند حسان وتطلب لهم الأمان، وخلاتهم يمشيوا، التحقوا قالت لهم بجيش حسان، أما أنا أعرف كيف يموت القائد. وبقات تحارب 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 حتى لين قتلت في الحرب. وبعضهم يقال في بعض الروايات، خاطر أنا ما نحبش نعتمد على روايات معناتها ماهيش متأكدة، فهمت، أن خالد عاد مع جيش حسان وهو الذي قتلها، وهو الذي هز رأسها، فهمت، وهي وقتها تم حصرتها، هي كانت حفرت بير باش يجي منه الماء، هما وقت استولوا على البير هذاك منعوها من شرب الماء كقضية الحسين، واحنا الآن في عاشوراء،
فهمت؟ وهي كانت تسمح للمسلمين انهم يشربوا من هذاك الماء في الحرب، خاطر البير كان في الوسط. عندما استولوا عليه منعوها ومنعوا جيشها من شرب الماء، وقتها قتلوها من ماتت. المهم لم تنتحر، هذا اكيد لم تنتحر، ماتت وحز راسها والقيت في هذا البئر، واصبح ذلك البئر يرمون فيه الزباله والاوساخ الى اخيرا في فتره قريبه تم تنظيفه ويحتفلوا به الى هذا الوقت. فهمت؟ في يعتبر موت الكاهنه حقيقه عند الامازيغ الان في الوقت الحاضر هي النكبه، هو يوم النكبه. فهمت؟ لان ليس هناك ملكه وحدت كل الطوائف المسيحيه واليهوديه وغيرها، ولم في الجي في الجيش في الجيش في الجيش بتاع الداهيه كانوا هناك مسلمين امازيغ، ما كانت عندها حتى مشكل معاهم. هي المشكله نتاعها هو الغزو العربي والاسلام العروبي، هذه هي المشكله نتاعها، بدلاله انها اولادها دخلوا في الاسلام، وخالد هذا كان مسلم، ما قتلوش اخرج ويجي ادخل في ديني، خلته على اسلام واعطته بنتها، وبنتها دخلت في الاسلام واولادها دخلوا في الاسلام، وفي الاخر شوف النهايه نتاعها، قتلت وهز راسها. فهمت؟ ومنعت هي وجيشها على الماء، ويعتبر هذا اليوم هو يوم النكبه، هو يحتفل به يعني الان، يذهبوا يضعون الشمع على البئر أداهية اللي معناها الاسم نتاعها هو الذي تزداد جمالا. فهمت؟ وهكذا انتهت. فهمت؟ حاجه اخرى حبيت نذكرها مهمه، احنا نعرف ان في شمال افريقيا كان هناك الغزو العربي الاسلامي، وكان التواجد الروماني اللي مازال يحب يحافظ على ما يسمى المناطق نتاعو اللي موجوده، وكان ما يسمى بالغزو البيزنطي. التاهية هي الملكة الوحيدة الأمازيغية التي كانت تحارب على ثلاثة جبهات، كانت تحارب على السواحل البيزنطيين اللي جايين من الشرق، وكانت تحارب الرومان اللي عندهم مناطق في شمال أفريقيا، وكانت تحارب العرب المسلمين. والدليل والأدهى من ذلك أنها الرومان يطلبون العون من المسلمين العرب لكي تحميهم يحميوها من الداهية. تصور يعني الرومان، فهمت؟ يعني كانوا يطلبون العون من المسلمين العرب وكانوا يأجروهم ويعاونوهم. كم يعني كنت أتمنى يعني بصراحة، كم كنت أتمنى لو التاريخ ما انكتب بهالشكل هذا، يعني لو كانت بس الداهية تعامل عدوة بالمثل، يعني لأنه الطبع الصحراوي طبع خاين بصراحة، يعني مثل ما عمل هذا خالد. وهذاك علاش هي انت مثلا قريت قلت اللي معناتها هناك معناتها المسلمين العرب يحترموها، مش يحترموها بمفهوم هو قتلوها وهزوا راسها، اي احترام هذا؟ فهمت؟ حطها في بالك، موت الداهية يعني نهاية المرأة في شمال إفريقيا، نهاية المرأة. بعد الداهية رغم بعض المحاولات وظهروا بعض النساء يعني الشجعان، لكن المرأة أصبحت مواطن في درجة ثانية بعد أن كانت ملكة في شمال إفريقيا، وهذا شنو باش نحكيو عليه في الفيديو القادم. يعني المرأة انتهت. هل تدري يعني أن النظام نتاع الأم والمرأة واحترام الأمازيغ للمرأة دمره الإسلام والعروبة؟ فهمت؟ الداهية كانت تحارب البيزنطيين والرومان والعرب. فهمت؟ المهم، وهزمت راهي هزمت الرومان معناتها هزائم شنيعة، وهربتهم وخرجتهم من شمال أفريقيا. وهنا حبيت نقول حاجة، إن العرب المسلمين بعد موت الديهية، بعد موتها أصبحت شمال إفريقيا سهلة لهم. لماذا؟ لأن لم يعد هناك وجود للرومان والبيزنطيين فيها، قضت عليهم هي. فهمت؟ قضت عليهم كومبليتمون، كليا. فهمت؟
ووحدت كل القبائل الأمازيغية حولها. فهمت؟ إذن عام 693 ميلادي أكبر هزيمة لجيش القائد حسان بن النعمان، فهمت؟ وهي معناتها قلت لكم هربت ومن بعد عاود رجع. المهم في الحقيقة ابن خلدون تكلم عليها كثير، فهمت؟ فما قولة تقال عن ابن عذارة المراكشي: جميع من في إفريقيا من الرومان منها خائفون، وجميع الأمازيغ مطيعون. ابن عذارة، فهمت؟ كلهم كانوا خايفين منها. إذن ابن خلدون أيضا تكلم عنها كثير، فهمت؟ تكلم عنها ومعنتها ومدحها يعني، ومعنتها كانت امرأة حقيقة معنتها آخر امرأة أمازيغية أنا نسميها، فهمت؟ وأرجو أنها لا تكون الآخر، لأن عودة المرأة الأمازيغية في شمال أفريقيا هو انتصار للداهية، فهمت؟ بعضهم يقولوا أنها كانت وثنية، بعضهم يقولوا أنها كانت يهودية، ولكن لم يذكروا كثير، فهمت؟ معناتها أنها كانت مسيحية، ما فماش أدلة على أنها كانت مسيحية. كانت تستعمل، صحيح كانت تستعمل كثير البخور، يعني في الحروب متاعها كانت تبخر تعمل، وهذا التبخير تو نحكيو عليه في الواحد هي من العادات الأمازيغية القديمة، فهمت؟ إذا ما نعرفش كان عندك حاجة تحب تسأل على داهية هو ديهية، بصراحة فهمت؟ في شغلة تتعلق بالداهية. أنت قلت آخر امرأة أمازيغية، ببداية البرنامج أظن حلقة كانت بال30 ب31 أو 29، ظهرت امرأة أمازيغية رائعة بصراحة، كانت محامية من الجزائر، ولكن يعني قاموا عليها صينيك بوقت الصحافة والمحاميين بده ياخذوا منها رخصة المحاماة، فأكدت لي وهلا تذكرتها بصراحة إنه المرأة الأمازيغية عادت. يعني أنا أصدقاء كتير نساء أمازيغيات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب متابعين ونقاشات، المرأة الأمازيغية عائدة، يعني أظن متأكد لا من حتى هالشيء. المرأة الأمازيغية يعني معناتها بموت الديهية، فهمت؟ كانت خسارة كبيرة، ولكن كما تقول الذي حرر شمال إفريقيا من الاستعمار الفرنسي أكثرهم نساء. لو تعرف المرأة الجزائرية والمرأة التونسية والمرأة المغربية في محاربة المستعمر كانوا معناتها نساء. المرأة، ولو نذكر معناتها في الحلقات القادمة النساء حتى من الشخصيات معناتها الكبيرة اللي توجدت نساء، فهمت؟ ولكن أنا نتكلم على العامة، على عامة النساء، خاطر ما تنجمش شعب عرف قيمة المرأة وأهمية المرأة حتى مادة يعني المرأة انتهت كرمز، وما زالوا موجودين أمازيغيات وما زالوا باش يتوجدوا، واللي باش يطرد الإسلام والعروبة والإسلام العروبي من شمال أفريقيا هي المرأة الأمازيغية. هذا ما أنت تتأكد منه، فهمت؟ نهار اللي المرأة الأمازيغية تدخل في الصراع سوف تشوف أنت كيفاش تنتهي، فهمت؟ ابن خلدون يقول: دي هي فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصانا، فهمت؟ كانت تركب الحصان وهي من الأوراس، فهمت؟ وحكمت شمال إفريقيا من طرابلس إلى الأوراس إلى طنجة، وكانت تدافع على أرض الأجداد، كانت دائما تقول إنها تدافع على أرض الأجداد. إذا معناتها مش نذكر معناتها جميع الأقوال، أنا جمعت جميع معناتها الأقوال تاع ابن خلدون والمؤرخين وغيرهم، فهمت؟ المهم وقتها ماتت ديهية، فهمت؟ سامحوني على النطق، نجم نقولوا اللي شمال إفريقيا أصبحت مفتوحة للمسلمين العرب، خاصة وقتها تولى عبد العزيز بن مروان ولي مصر،
ولا موسى بن نصير على إفريقيا خلفا لحسان بن نعمان، فهمت؟ في عهد عبد الملك بن مروان، فهمت؟ وفما اختلافات في التواريخ مش لازم نذكرها، فهمت؟ استطاع موسى، فهمت، بن نصير أن يخمد ثورات البربر المتعاقبة ويعيد فتح المناطق التي كان الأمازيغ قد انتزعوها من المسلمين العرب، بعدها فتحها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وبعث بالغنائم إلى عبد العزيز الذي بعثها بدوره إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، فسكن غضب عبد الملك على موسى، خاطر هو كان متعارك معاه، فهمت؟ يعني باش يربيه، بعثوا له إنسانة وولادنا باش يربيها، باش يربيه، باش يخليه على الولاية، فهمت؟ واهتم موسى بنشر الإسلام، وهنا نحكي عليها هذا في الفيديو القادم. لماذا الإسلام وجد سهولة في الدخول في شمال أفريقيا؟ لسببين. أول حاجة، المذهب المسيحي الذي كان منتشر، الدوناتي في ذلك الوقت، هو مذهب مسيحي قريب من النصرانية، هو مذهب موحد ومذهب صوفي، وهو لا يدعو إلى الارتباط لا ببيزنطة لا بروما، إذن فهو مذهب موحد نوعا ما. استطاع يعني الأمازيغ كانوا أكثرهم أن يؤمنون بهذا المذهب المسيحي الذي هو قريب من النصرانية، اللي هو معناته اللي لا يعتبر مسألة المسيح إله وكذا وكذا، يعني نفس فكرة الإسلام اللي هو بيدو خذاها من هذا المذهب النصراني اللي كان موجود في الجزيرة العربية. إذن هذا بصفة عامة، معناتها موسى استطاع أن يخمد الثورات، هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية، أنهم كانوا الأمازيغ يخافوا أن يؤخذوا عبيدا، كانوا يدخلون في الإسلام لكي لا يدفعون الجزية ولا يؤخذوا عبيد، لأن الجزية كانت غالية كما قلت لك، يعني فرض عليهم جزية جدا غالية، اللي ولوا الأمازيغ قبائل قبائل تدخل في الإسلام خوفا خوفا من دفع الجزية. ولكن رغم هذاك، عندما قلت الجزية أرسل الخليفة قال له شبيها الجزية خفت، يعني ما عادش كثير، ما عادش فلوس تجينا كثير من شمال أفريقيا. قالوا رو أغلب البربر دخلوا في الإسلام، يعني يبشر فيه. قالوا ومالي ومال إسلامهم، شمني في رب إسلامهم، أنا ما حاجتش في إسلامهم، أنا بعت الغنائم والجواري، فهمت؟ حتى أنها أحد معناتها المهتمين اللي يهتم بالجواري ينصح في الملك في الخليفة، قالوا لو أردتها للمظاهر، هذه قولة، لو أردتها، يعني قالوا أوصف لي نساء الأمازيغ، نسميهم بربر، الله يبربرهم، أوزر شنو قالوا؟ قالوا لو أردتها جارية يعني للمظاهر، يعني باش تتباهى بها قدام الناس، فخذها من إفريقيا، إفريقيا هي تونس الساحل والجهة هذيك، وإن أردتها أن تساعدك على هم الزمان فخذها من الوسط، يعني من الجزائر، وإن أردتها للأولاد فخذها من الجنوب، يعني جهة ليبيا وموريتانيا، وإن أردتها للفراش فخذها من المغرب. يا سلام يا سلام على التقسيم الجغرافي الرائع يعني عند العرب. يعني شوف شوف فين وصلوا، يعني تقسيم الخرائط، يعني الناس وصلوا بنوا قصور وتقسيم الخرائط والطرقان، وهما يتفنوا في أنواع النساء، ما هي تصلح للفراش، وما هي تصلح للمظاهر، وما هي تصلح لهم الزمان، وما هي تصلح للأولاد ولخدمة الواحد. يعني شوف المستوى المنحط، هاو شنو جابونا، هاو شنو جابونا العروبيين هذو المسلمين. إذا عندما دخلوا في الإسلام، قلت لك معناتها بسبب الجزية، واصلوا المسلمين إلى الغرب، يعني جهة المغرب، واستطاعوا أن يسيطروا، ولم يبقى البيزنطيين والرومان في شمال أفريقيا، دجا هي الداهية قبل قضت عليهم، هم كملوا طردوهم، بل أرسل موسى بن نصير جيوش لاحتلال صقلية ومالطا، ووصل حتى للمغرب، لم تبقى إلا مدينة واحدة هي مدينة سبتة في المغرب،
لم يحتلوها، ثم جاء طارق بن زياد والذي يختلفون في النسب بتاعه، فما يقول لك يمني، فما يقول لك عربي، فما يقول لك فارسي، فما يقول لك مولى. المهم هو مولى موسى بن نصير، واستطاع أن يدخل، خاطر هو مع أغلب الآراء تقول إنه أمازيغي، ولكن كان مولى الفتح الإسلامي دام 70 سنة، يعني كان مولى قديم وعلموا العروبة وعلموا الإسلام، وتعرف العبد ديما يحب يشبه سيده، فوصل معناتها باش يوريه المخارج والمداخل، وفتحوا الأندلس. وبعد لا تم فتح الأندلس وقع استدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى الشام، لأنهم اتهموهم أنهم سرقوا في الغنائم وكذا وكذا، وأنتهت المأساة المأساوية لطارق بن زياد، ما يعرفوش عليها شنو، يقول لك اللي مات متشرد، يقول لك اللي قتل ما نعرفوش عليها. وهكذا بدأت مرحلة جديدة، وهذا اللي باش نبداو به في الفيديو القادم وتنتكلموا على العادات والتقاليد، هو أن شمال إفريقيا ولاو ما عادش يحبوا يتبعوا الإسلام الموجود في اللي يؤمن به الخليفة في الشرق، فبدأت الخوارج تأتي إلى شمال إفريقيا، وبدأت الثورات هذه المرة باسم الإسلام، ويعني الخوارج كثروا في المغرب، والصفراويين والأباضيين وغيرهم، بعض الأباضيين في الأخر جاءوا، ثم الشيعة، فهمت؟ يعني كانوا الأمازيغ يعتنقون أي مذهب ليس عليه الخليفة. في بعض في الفترة هذيك بعد ما وصل موسى بن نصير هناك، الأمازيغ معناتها اشتدوا، معناتها خاصة متاع المغرب، أرسلوا بعثة فيها 7 من الناس إلى الخليفة في الشرق باش يشتكيوا له معناتها من المعاملة متاع الولايات متاعه. فالحاجب متاع الخليفة لم يسمح لهم بالدخول، فتركوا رسالة وبقوا يستنوا 7 أيام ظنوا 3 أيام، وتركوا رسالة ورجعوا وعملوا ثورة واستقلوا على الخلافة في الشرق الأوسط، فهمت؟ فأرسل إليهم جيش، هما من الخوارج وانضموا إلى المذهب الخارجي، فهمت؟ وبدأوا أي مذهب يخالف الخلافة في الشرق يعتنقوا. نظن وصلنا للنهاية، الاحتلال المأساوي لشمال إفريقيا واحتلال الأندلس. عندما تم احتلال الأندلس استقر الحال في شمال إفريقيا للمسلمين، ولكن ليس للخلافة، للمسلمين صحيح أصبحوا مسلمين، ولكن شيعة صوفيين خوارج ما يتبعوش المذهب متاع الشرق، سواء كان أموي أو عباسي. نظن وضحت الفكرة، والفيديو القادم باش نتكلم على المعتقدات والعادات الأمازيغية، ثم فيديو أخير نتكلموا حول الثورات الإسلامية اللي قامت في شمال إفريقيا، منهم المرابطين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ونحكيوا على الوضع الحالي والمطالبة بالهوية الأمازيغية، ونحكيوا على حركة تغيير شمال إفريقيا. أوكي. أكيد. وطبعا أنت وعدتني بحلقة كمان عن الوضع بسوريا. أي هذاك مرة أخرى نكملوا ساعة الحلقات هذا. لا هذاك مش الوضع في سوريا، هذاك مش نقول رأيي. طبعا رأيي هو رأيي ورأيي ورأيك، يعني أنا كمان هو رأيي، رغم أني أنا كما قلت لك يعني ما أنت في الخاص أنا ليس مع بشار، بالنسبة لي بشار يجب أن يسقط، سيسقط مهما طال الزمن، عدم سقوط بشار على كل خلينا فيها في حلقة واحدة. بالضبط. طيب في عندي سؤال من الأخ أظن اسمه مورو عم بيقول كم سبية أخذوا إلى الشام؟ يقولوا من بين 700,000 ومليون. واو. سبية وسبي وعبد، خاطر كانوا يأخذون النساء، وكانوا في الوقت يجوا يحسبوا، فما انا ما نحبش معناتها نذكر لكم يعني التفاصيل، انا وتقريت صدمت، يعني يختارون العذارة والصغيرات في السن، كانوا ياخذون الصغيرات في السن
صغيرات في السن ويأخذون الأولاد الصغار، الأولاد الصغار لكي يخسوهم، فهمت؟ ويشغلونهم في القصر، في القصر الخلافة. حتى أن النساء الأمازيغيات هذه معناتها روايات يقال أنها كانت تدهن نفسها بالقطران، تعرف القطران؟ القطران هذا رائحته، فلكي يقترب منها العربي يشم فيها رائحة يفر. وهذه العادة ما زالت موجودة إلى الآن عند الأمازيغ، أنها المرأة الصبية أو المرأة العذراء ما تنظفش روحها، تبقى مسخة باش ما يطمعوش فيها، فهمت؟ وكانوا يحطوا القطران لكي، لأنهم كانوا يأخذوهم، واللي ما يدفعش الجزية ياخذوا له بناته، فهمت؟ حتى الغناية اللي قلت لك عليها متاع يدير يقول فيها: أدخل يا بنتي عد بالغنم، عد بالغنم، الجيوش العربية قادمة، تو ياخذوك سبية، يعني ياخذوك، فهمت؟ إذا الإحصائيات اللي يعني كان الخليفة قبل ما يرسل كانوا شنو يعملوا؟ كانوا يعملوا يعني يختاروا الجميلات ويحب التنويع، يعني مثلا من المنطقة يقول له من المنطقة الفلانية أعطيني كم، من المنطقة كم 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 كم، ويرسلهم غاديك من بين 700 ألف ومليون جارية أرسلت إلى الشرق الأوسط، إلى الشام والعراق، نسانا أخذوا سبايا، فهمت، للنكاح فقط. للأسف الشديد هاي الثقافة العربية اللي ما بتعرف غير النكاح وغير بول البعير. فما أحد الخلفاء ضمن هارون الرشيد كان يحب واحدة اسمها حبابة، حبابة هذه كانت مغربية، فهمت؟ اللي كان يسكر هارون وما عرفش غيره، كان يسكر إلى الصبح يقولها: يا حبابة أريد أن أطير. تقول له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ يقولها: إلى جهنم وبأس المصير، إلى أين، فهمت؟ وعندما ماتت بقى يبكي عليها، فهمت، حتى مات، أصيب بالعدوى الواحد، ما حب ما خلاهمش يدفنوها. أنا لا أستغرب على هارون الرشيد، يعني اللي كان عنده جيش من الجواري. جواري، هو رغم اللي في الفيلم اللي حطوه رجعوه مخلص وطيب، وهو سكير معروف. صحيح. طيب أصدقائي، أنا فتحت السكايب ويا ريت مشاركاتكم وتعليقاتكم ومداخلاتكم. في يعني بصراحة شخص عم بيقول: ذاك التونسي يريد نشر الشذوذ في بلدانكم، اقرأوا عن اعترافهم بالشذوذ الجنسي في دستورهم جمعية شمس. طب خلينا نشوف الأخ جانو، اتصال من الأخ جانو. تفضل جانو، تفضل. لضيفك الكريم محمد العبيدي، سؤالي هو بالنسبة للتاريخ المعاصر، مؤسسي الثورات في شمال أفريقيا لم يكونوا من الأمازيغ الذين صدوا الرومان الفرنسي مثل ما بيقولوا؟ هذا هو سؤالي. سمعت السؤال؟ ما سمعتوش مليح، عاود لي السؤال. ممكن تعيد السؤال جانو؟ انا ما سمعته بصراحه. مزبوط. بالنسبه للاحتلال الفرنسي لما احتلوا شمال افريقيا، مؤسسي الثورات ضد الاحتلال الفرنسي الم يكونوا من الامازيغ اصولهم؟ اخي كريم عم بيقول الثورات اللي حدثت ضد الاحتلال الفرنسي لشمال افريقيا، قادة الثورات هي قادة لما القادة تبع الثورات اللي طردت فرنسا والاحتلال الفرنسي، هل كانوا اصول امازيغية؟ والله موجود مثلا تو عبد الكريم في الريف كان ضد الاسبان وكان ضد الفرنسيين، فهمت، وغيرهم موجود، لكن في الحقيقة فما كثير من الأمازيغ أيضا كانوا معناتها موالين للاستعمار الفرنسي، لأنهم عندهم يعني يقول لك أهون، خاصة منطقة القبائل، رغم اللي هما شاركوا في طرد فرنسا، ولكن موجود معناتها أمازيغ،
وفي الحقيقة الثورة اللي قامت ضد فرنسا من أجل طرد الاستعمار الفرنسي كانت مختلطة، معناتها ما كناش نغزروا. تعرف أنتم الأمازيغ رغم الاختلافات نتاعهم عندما يكون عدو خارجي يتحدوا كلهم، يعني وقتها كانت في عملية طرد فرنسا سواء في تونس أو في الجزائر ماهوش باش يشوف هذا أمازيغي ولا هذا عربي، فهمت؟ يعني المجازر اللي قامت بهم مثلا فرنسا في مكناس وفي منطقة سوس وفي منطقة الريف، راه ضربوا منطقة الريف، ضربت بالقنابل الغازية، فهمت؟ وهذا تو نحكيو عليه وقت نحكيو على التاريخ الحديث، ضربت بموافقة من؟ ملك المغرب، بموافقة ملك المغرب. يعني في الحقيقة الولاة أو الحكام اللي كانوا يحكموا في شمال أفريقيا، فهمت؟ مثلا المغرب وتونس كانوا تحت ولاية فرنسية، ما كانش احتلال كالجزائر، كانوا هما اللي يتعاونوا مع فرنسا ضد الأمازيغ، ومنهم بورقيبة بيدو. بورقيبة وقت وصل للحكم قضى على 35 قرية أمازيغية وطرد الأمازيغ، وملك المغرب طرد الأمازيغ من الريف وقال لهم روحوا لأوروبا. إذا وقتها عملية طرد الاستعمار، فهمت، الفرنسي، مشاركة الشمال الإفريقي بغض النظر، خاطر احنا ما عندناش عرب راهم، هذه فكرة عرب وأمازيغ احنا ما نؤمنوش بها، فما متعربين، وحتى هذيك اللغة الدارجة ما هيش عربية، هذيك دارجة أمازيغية تكونت على أرض أمازيغية، صحيح متأثرة بالعربية كالمالطية وغيرها، ولكن تبقى لهجة أمازيغية. سؤال من عندي يا أخي كريم، أهل مالطا أمازيغ؟ لا ما همش أمازيغ، ما احتلوهم العرب المسلمين. مالطا ما همش أمازيغ، مالطا، فهمت؟ أما في الحقيقة مالطا هي خليط من بين تونس وإيطاليا. يعني اللغة نتاعهم كي التونسية، نصها طليان ونصها تونسي. والماكلة نتاعهم تونسية. الماكلة نتاعهم تونسية. تحس فيها نكهة عربية، نكهة تونسية، مش نكهة عربية، شمال نكهة أفريقية، تونسية. ولكن ما تفهمها. يعني أنا لا أفهم اللغة. لا انا نفهمها، علاش؟ خاطر فيها كلمات كثير تونسيه، وفي الكلمات التونسيه فما كثير كلمات امازيغيه. مثلا هما تقولوا كلب، يقولوا كلب، حكومه بالمالتي، فهمت؟ مثلا هو تقول لك دولتي ليا وليك، ليا وليك، دولتي ليا وليك، هذه مالطيه، فهمت؟ جانو، في عندك أي سؤال؟ نرجع للسؤال نتاع ذاك اللي قال لك، قول له احنا شو دخلنا في جمعية شمس أول شيء؟ يعني أنا لما بشوف التاريخ يعاود نفسه، يعني نفس الشيء لما كمال أتاتورك إجا للحكم في تركيا سنة 21، أباد قرى كردية ورحلهم لأوروبا. نفس الشيء صدام حسين سوى بأكراد، يعني نفس السياسات، واحد يتعلم من الثاني ويطبقها، هما ما بيعرفوا انه اذا راحوا لاوروبا او اذا راحوا لمكان ثاني، هذا الفكره والانتماء للوطن راح، مش راح يكثر وراح يصير ازدياد في المحبه والانتماء للوطن. هذا كان داخلتي، تحيه لك حبيبي جانو ولضيفك الكريم، وبحكم كثير. تسلم جانب. شكرا. في الحقيقة أتاتورك أو ملك المغرب أو اللي حكموا في شمال أفريقيا أو في كل ما يسمى العالم الإسلامي، ما همش يتبعوا في رواحهم، ما يتبعوش، هما ما يعرفوش يتبعوا، هما تأتيهم الأوامر من الخارج، هما كلهم عملاء، كلهم عملاء، فهمت؟ تركيا عميلة، الحكام اللي يحكموا فينا كلهم عملاء، يا اما عملاء لاوروبا، يا اما عملاء لامريكا، يا اما عملاء لجهه اخرى. المهم ما همش اشخاص يحكموا في رواحهم. والذي حصل للاكراد نفس الشيء حصل للامازيغ. حبيت نرجع على السؤال جان نتاع قال لك ننشر في التونسي، ينشر في المثليه. وإذاعة شمس، شن دخل إذاعة شمس في حركة تغيير شمال أفريقيا؟ أولا مش إذاعة،
جمعية شمس. جمعية شمس جمعية وحدها متاع مثليين، أخذت رخصة في تونس، موجودة في تونس، فهمت؟ وعندها أمورها ومعنا حتى علاقة بها، فهمت؟ أول حاجة. الشيء الثاني، فهمت؟ المثلي هو مثلي، سواء تمنعه ولا ما تمنعوش. أنت تحبوا يعمل بالسرقة؟ هذاك اش علمكم الإسلام؟ علمكم كان النفاق والكذب؟ يعني يكون مثلي لكن ما تظهرش، فهمت؟ كون كافر لكن ما تقولش. لا يا سيدي، كل واحد يكون كما هو، واللي ما عجبوش، فهمت؟ هناك الحائط. بالضبط بالضبط. طيب معنا الأخت سارة على الخط، تفضلي أخت سارة. أختي سارة أنت مساء الخير. مساء الخير، يا ريت بس اليوتيوب من عندك تطفي. اليوتيوب. تفضلي تفضلي. مساء الخير جعل، مساء الخير لضيفك الكريم واسمه كريم، ومرحبا بي بزاف، ونوجه له تحية كبيرة بزاف. أنا حبيت نقول له يعني صح معلوماته على الأمازيغ وهي حاجة باينة، يعني حاجة عادية جدا. أي استعمار في العالم عنده اللي يخدموه لما يحب يذهب لهذيك المنطقة، يحب يستعمرها، حتى العرب قبل يقولوا بلي أنا درست بعض الكتب في إسبانيا في مدريد، يقولوا بلي العرب لما حبوا يمشوا على شمال إفريقيا ولا يحتلوها كانت عندهم جواسيس، وهم يمكن يهود عرب بين قوسين ما بعرفش، كانوا ديجا وصلوا الجربة في تونس ولا في الجزائر، كانت عندهم معلومات أو يعني على الطبيعة وعلى الناس. يعني أي استعمار ما يجيش كده هكا يزمر ويدخل، لازم تكون عنده عملاء. أكيد أكيد. ثانيا أنا نتكلم على فرنسا، على بلدي يعني الجزائرية. وفي الجزائر صح فرنسا أيضا لعبت هذيك اللعبة تاع القبائل اللي هما أصلهم من أوروبا، ودارتهم لائكية. وأنا لا أنكر أن فرنسا كانت عندها دور ثقافي في الجزائر، أنا فيها حضارة وبنات حضارة بين قوسين، وهذا لا ينكرها، لكن لا هذا لا يدل أننا نتغاضى على بطش فرنسا اللي عملته في شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر. حتى الجزائري لم تكن له فرصة أن يتعلم مع أبناء الفرنسيين في الجزائر، يعني كان فيه ظلم. أما الأمازيغ يعني صح، وهذا السؤال اللي قاله الأخ جان ما بعرف مين، احنا في الجزائر كانت اول يعني انطلقت الثورة من منطقة أمازيغية، ويعرفها مليح كريم منطقة الشاوية التي هي جزء من تونس وجزء من الجزائر، كانت اول انطلاقة للثورة، وتم تأسيس وهندسة الثورة من تلك المنطقة ومع ابناء المنطقة المتعلمين في مدارس فرنسا اللي كانت يعني عندهم فكرة، لأنه تعليم الفرنسي انتج شيء جميل في الجزائر. شوف لما تم تعريب الجزائر ماذا أنتج، يعني حروب أهلية في الجزائر، فهمت؟ يعني أنا ما ننكرش باللي فرنسا كانت عندها يعني شوية تنوير في الجزائر أو في شمال إفريقيا، وخاصة في الجزائر اللي عندها هي كانت يعني كثقافيا أيضا مركز على المنطقة تاع الجزائر، لكن هذا لا يدل، شفنا منها بطش. وأما في الأمازيغ هم تاني عندهم شعب كشعوب عندهم سيئات اللي نتمنى كريم تاني يذكرها، ولكن هم عندهم نخوة أكثر من العرب. هذه يعني مش زعما رانا من الجزائر، أنا نقول مع أن أنا متعربة وبعض الأخوال الأمازيغ يقولوا عربية، يعني عندهم نخوة أكثر من العربي، هذه اللي امتازوا بها، لكن بدأت تنقص مع الثقافة العربية والثقافة الوهابيست والسلفيست، بدأت تنقص للأسف. بدأ حتى الأمازيغي يبدأ يتلوى كما احنا نقولوا، كما العربي اللي جاي من الجزيرة العربية. وصف على كريم وقل له نحبك، نموت عليك ونموت على أفكارك، وانكوراجي
وزيد وزيد ورانا موراك مديش على هذيك الهضره الزياده هذيك هذوك خليهم يهضروا ما يضروناش الهضره كيما يقول مثل الانجليزي لو كنت الهضره بالحجر تضرني مي هضره يديها الريح وصيبو تحياتي واسمح لي لطولت عليكم. شكرا شكرا سارة شكرا شكرا كثير لك على الاتصال الطيب شكرا لك. شكرا. مع السلامة. تفضل أخي كريم تعقيب. شكرا أنا أعطيت معلومات مهمة بالفعل يعني منطقة شرق الجزائر الشاوية ومنطقة حتى في تونس الثورة قامت من منطقة غرب تونس منطقة الشاوية متاع تونس ما يطلق عليهم بالفلاقة هما اللي بدأوا الثورة ضد فرنسا. ومنطقة الريف هي اللي بدأت الثورة ضد فرنسا وضد إسبانيا وفي الجزائر نفس الشيء فهمت الكلام اللي قالته الأخت سارة فهمت صحيح ومعنتها وإحنا معاكم قالت لي إحنا معاكم معاكم منحبش معانا رأو فقط بالكلام العروبي نحبوا معانا بالفعل بالعمل كما قلت أنت إحنا بدأت توا صحيح إحنا عنا ياسر طبايع متاع الكلام والأحلام اللي جابوهمنا شرق احنا شعوب كما تقول عنا النيف عنا النيف يعني عنا الخشم الخشم عنا الخشم يعني ما نقبلوش الذل لكن الاسلام العروبي رجعنا عبيد عبيد لهذا لازمنا نحيو هذه الفكره ديما انا قلتها مره في فيديو من الفيديوهات اخجان اللي احنا عباره على نسور ولكن جاءوا دجاج وقالوا لنا انتم دجاج فاحنا توا عباره على نسر ونشوف السماء ونقول ما نقدرش نطير ونظن روحي دجاجة نظن روحي عربي فهمت؟ عكس النسور صحيح صراحة الفكرة شفت عرف هذه فما قصة موجودة يعني متاع واحد نسر باب في عش متاع دجاج وخرج النسر هذاك خرج يسخيب روحه دجاجة بقى عايش 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 كيكا هو دجاجة 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 حتى نهار من النهارات اكتشف اللي هو نسر فحاول باش يطير ما نجمش حاول حاول يا اخي وطار اذا هذاك هو احنا شعب شمال افريقيا لازمنا نتعلموا نطيروا رانا ماناش دجاج رانا نسور رانا ماناش خرفان رانا اسود اسود الاطلس وشكرا للاخ سارة اظن اخي كريم النسور صحت والاسود صحت ولم يبقى لمكان للخرافه حتى تكمن في عقولنا كلياتنا ان كان بشمال افريقيا ان كان ببلاد الشام ان كان بكل البلدان يعني العقل صحي وما بقى يرجع على كل معي اتصال من الاخ دانيال تفضل حبيب دانيال مساء الخير يا ريت علي صوتك اخي دانيال مساء الخير صديقي جورو انا كل مره بدي احكيك بينبح صوتي من وراك ومساء الخير صديقنا الرائع والمتالق العبيدي وبنيكم على الحلقة الجميلة فعلا المليئة بالمعلومات القيمة والرائعة ونعم الإسلام يعني بالغزوات اللي قام فيها الإسلام انظلمت كتير من الشعوب وانأذت كتير من الشعوب فبيتباهوا المسلمين بهذه الغزوات وبيعتبروها فتوحات وبينظروا للبلدان اللي تم تعبيرهم هني نحن بنقول عنها غزوات واحتلالات إنما بمنظورهم هني إن الدول اللي تم افتتاحها دول كانت بتعاني من التخلف والجهل فدخل الإسلام وساعد هذه الدول لا تنهض من التخلف والجهل كذلك الأمر اليوم أمريكا وأوروبا تنظر للدول العربية والعربانية والدول الإسلامية والناطقة باللغة العربية تنظر لها على أنها دول متخلفة تكنولوجيا علميا بكل المسارات تنظر على أنها هذه دول متخلفة ورجعية فليش ما فينا نسمي الدول اللي بتدخل علينا باحتلالها ليش ما بنسميها انه هذه دول جايه يعني تقوم بفتح الدول العربيه والاسلاميه حتى تنور لها طريقه مثل ما الاسلام بيدعي بانه نور طريق الدول اللي تم اللي قام باحتلالها وقتلها لها ونقطه ثانيه الاسلام وقت اللي دخل مثل ما ذكر صديقنا على هذيك الدول ما بسنواتها الموضوع منه موضوع ثقافي الثقافة ما بتغذيها عسكريا ولا بيتم الدخول عليها عسكريا عادة الثقافة اللي تنشر ثقافتك بتتم عبر نشر مراكز ثقافية أو بتتم عبر نشر كتبك وتعليمك داخل الدول إنما كان من الواضح من خلال دخول الإسلام لهذيك المناطق بالطريقة العسكرية كان واضح جدا 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 إنه الدخول هو غزو لا سرقة
موارد ونساء وغيره 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 من الامور من هذه الدول. صديقي جان وصديقي العبيدي بهنيكم على الحلقه، حبيت اذكركم صوتيا واشكركم على المعلومات الرائعه اللي وردت بالحلقه. شكرا شكرا حبيبي دانيال، شكرا كثير لك. طبعا اخي كريم تعقيب لك، تفضل. شكرا اخ دانيال، بالفعل يعني لو كانوا هما يسمون، رغم اللي هما لم ياتوا لا بحضاره لا ببطيخ، فانت هما جاوا للسرقه فقط كما قالت الداهيه، التاهيه قبل ما تموت قالت لهم نعرف ان العرب، خاطر هي عملت ما يسمى سياسه الارض المحروقه، كانت اي منطقه تنسحب منها تحرقها. قالت ان العرب لم ياتونا ينشرون لا دين ولا يعلمونا اخلاق، جاءوا لكي ياخذوا فهمت نسانا واموالنا وذهبنا والفضه نتاعنا. يعني هذايا مساله واضحه ونرجعوا للتاريخ نلقاوها. وبالفعل اخ دانيال، علاش ما نسميوش توا الاحتلال للدول نتاعنا حتى هو فتح، فهمت، باش يعلمونا الحضاره. كما قالت الاخت ساره، يعني فرنسا رغم اللي معناتها عملت جرائم كبيره جدا في شمال افريقيا، لكن بنات اشياء وكونت اشياء وعملت مدارس وبنات طرقان اللي بناتوا فرنسا في 100 عام لم يبنوا العرب مده 1400 سنه حجره واحده من اللي بناتوا فرنسا، لم يعملوا طريق واحد. والعرب اللي حكموا شمال افريقيا بعد الاستقلال لم يبنوا سكه حديد واحده، بالعكس قلعوا سكه الحديد منها ليبيا. ليبيا ايطاليا بنات سكه حديد في ليبيا، جاء القذافي ونحاها، فهمت، يعني بالفكر العروبي قال لك احنا ما عشناش بسكه حديد، يكفينا خيمه وجمل، فهمت، لان العرب عندهم فكر يعيش اليوم قطع طرق، تفكير قطع طرق، يسرق فهمت فقط، هذاك شنو يعمل. وشكرا اخ دانيال. شكرا كثير، شكرا كثير لك اخي كريم. انا اسف في بصراحه في عندي اتصالين ثلاثه ولكن السكايب كربج معي، بدقيقه واحده بكون جاهز. في الاخت رانيا بدها تتصل والاخ مراد بده يتصل. اسف كثير اصدقائي، بس ال وفي سؤال كمان بصراحه اجاني على السكايب، اسف كثير على على الفصل هذا، السكايب على طول بيعمل معي فصول. لا تخجلنا يا سكايب. تمام تمام، انا اسف. اول شيء راح اوجه لك السؤال بس ده يفتح معي بس انا اتصلت كمان بنسيم بالغلط، اسف نسيم. انا صراحة كنت على أساس بتصل بمراد، أسف كتير. طيب خلينا نتصل بمراد ونشوف، وبعدين نشوف السؤال الآخر. أتمنى مراد جاوبنا. طيب أظن في مشكلة عن مراد. اسف كثير اصدقائي على طيب خل الكويستشن تبع نسيم، هو كان عم بيسال سؤال بصراحه وانا فكرت انه اتصل. انا كنت مفكر ب اخونا مراد. على كل عم بقول عندي سؤال عن الاصل تبع الارض اوف كاناريز. كاناريز هي اسبانيه؟ لا، لزيل كناري، جزر الكناري هي أمازيغية وفيها حركة أمازيغية، ليس تابعة إسبانيا، هي محتلة مثل سبتة ومليليا. سبتة ومليليا موجودة في المغرب، والجزر الكناري هي جزر الآن محتلة من فرنسا. ولعلمك جان أن في جزر الكناري عندهم جمعية رسمية أمازيغية ومعترف بهم ومعترف باللغة الأمازيغية، يعني الحقوق اللي موجود للأمازيغ يمكن نعتبر الحقوق اللي موجودة للأمازيغ في جزر الكناري أكثر 10,000 مرة من حقوق الأمازيغ اللي موجودين في شمال إفريقيا. طيب أنا شكرا كثير أخو الكريم على التوضيح هذا. مراد يا ريت تتصل فينا. على كل بدي أتصل بالأخت رانيا، خلي الأخت رانيا
ترفع السماعة مباشر أو تتصل فينا. الأخت رانيا يلا يا رانيا. تفضلي رانيا. رانيا رانيا يا ريت بس تطفي اليوتيوب كان مشان الصوت. تفضلي. عم تسمعني؟ عم شوف. نسمعك تفضلي. نعم. نحب نوجه التحية ولضيفك العزيز محمد كيل العبيدي. نحب نقول له شكرا جميلا على مجهوداتك. ونعم المسلمين لم يعملوا شيء ببلداننا اللي هجموا عليهم. هما طبعا هجموا على جميع على كثير كثير من الأعراق والأجناس والثقافات، مثلا الثقافة الفارسية، لأنه معظم مثلا الأمازيغية هذو يعني كانوا أكبر تجمعات حضارية اللي هجموا عليهم. قطع طوق كما سميتهم طبعا. مثلا معظم أبو نواس، معظم الفلاسفة والمفكرين والشعراء وهيك كانوا أصلا فارسيين. الأندلس وهيك يعني. والأمازيغ طبعا، الأمازيغ مع الأسف الشديد واجهوا هذا العرض قوة شديدة وما حبوش يندمجوا معاه، مش مثل مثلا الفرس. يعني الفرس امتزجوا مع العرب وعملوا بعد سنوات وقرون هيك يعني أعطاهم شوية، يعني أخذوا وعطوا معهم، لكن الأمازيغ كانوا عنيفين معهم، قاوموهم جدا يعني، لهذا السبب أنهم طردوهم يعني، ما حبوا يعني كما يقولوا للضيف، لأنهم ما حبوش يبقى معهم، قتلوا فيهم وما نحكيوش يعني في التاريخ الأسود تاع الدم يعني كثير مع الأسف الشديد. فقط نحب نوجه أنه أنا لما كبرت في الجزائر لما حبيت نروح نشوف المعالم الثقافية والتاريخية في بلادي، وجدت انه في معالم تاع الدوله تاع رومان، المعالم الرومانيه، وطبعا اللي بناته فرنسا، يعني المدن طرق السكر هذه كل شيء، اي شيء مدني هو بناء من فرنسا. المسلمين لم ينتجوا شيء يعني، هم هدموا فقط، لم يفعلوا شيء بالضبط. ويعني نعم احنا نكب ونتعلموا العربيه وهيك، لكن لما نطلع نسال السؤال من نحن ومنين جينا، نجد أننا أمازيغ عربون هذ المتخلفين الجهداء الذي لا يملكون أي حضارة يعني، فقط يملكون تخلف والإرهاب يعني. يعني لما دخلوا بلداننا لم يجلبوا معهم شيء يعني، فقط جلبوا معهم ثقافة السرقة والكذب، يعني ثقافة لا أخلاق يعني. لهذا السبب المسلمين اليوم معظمهم لا أخلاق لهم، عديم الأخلاق يعني، مع الأسف الشديد. هذا حبيت أضيفه يعني. شكرا كثير لك رانيا. شكرا رانيا، بصراحة رانيا يعني برأيك حكيم إلى أبعد الحدود يعني، إن ما جابوا غير ثقافة السرقة وثقافة الغنائم وثقافة بول البعير وثقافة الخرافة للأسف الشديد يعني، وثقافة الخيام اللي جابوها معهم لبلادنا وعلمونا كيف نقعد بالخيام للأسف الشديد يعني، دمروا الحضارة وحطونا بدل خيام. شكرا لك رانيا. أخيب يعني أتمنى هذا الشيء. أكيد. طبعا أشكرك رانيا، وأنا كنت أعمل خطأ بصراحة أنهي البث، ولكن للأسف يعني للحسن الحظ لحقته وعرفت الخطأ وما يعني ما نهينا البث. طيب الأخ مراد أنا آسف كتير يعني، أنا حاولت أتصل فيك بس يظهر أنه ما عم بقدر أتصل فيك. أخي كريم أنا بعرف طولنا عليك، تعقيب وكلمة أخيرة إذا بتحب تقول تفضل. اوكي، اول حاجه شكرا رانيا على المداخله نتاعها، معناتها والكلام نتاعها. بالفعل الاسلام لم ياتي لنا بجديد، فهمت، الا حضاره البدو، حضاره هي حضاره بالنسبه لهم، حضاره لانهم لم يعرفوا شيئا اخر، فهمت، بالنسبه لهم الحضاره هما ان يدمروا، لان بالنسبه لهم الدنيا هذه لا تسوى عند الله جناح بعوضه للاسف الشديد. المهم على كل حال اتمنى تكون الحلقه معناتها واضحه وبينه، ونحاولوا خلال 2 فيديوهات اخرين نكملوا الحديث حول الثورات اللي وقعت ضد الخلافه في الشرق،
والديانات والمعتقدات الأمازيغية اللي احنا نصايبوها عربية. انا نتعجب في بعض الاحيان يجيوا يعملوا يتكلموا على الكسكسي مثلا يقول لك أكلة عربية، فين أكلة عربية؟ ولا يجيب لك البرنوس نتاعنا يقول لك أكلة عربية، فين؟ هما يعرفوا هما الكسكسي ويعرفوا الماكلة نتاعنا اصلا. يعني في الحقيقة معناتها أضحوكة، يعني كيفاش سرقوا حاجات نتاع الناس الاخرين. تمشي مثلا في اوروبا في باريس تلقى اللباس امازيغي والاكل امازيغي وكل شيء امازيغي ويقول لك عربي، وعندهم غير الكبسه هم، فهمت؟ الله يكبسهم. هم عندنا اكل الضبي، يعني الضبي الضبي والجراد بالضبط، هاي هذا اكلهم، اكل الضبي والتمر وفواكههم تمر يعني. اذا نحاولوا معناتها باش نكملوا في السلسله هذه حلقتين اخرين، وشكرا لحضور الجميع وشكرا لمداخلات الاخوه، ومع فيديو قادم وبالسلامه. اكيد اكيد اخي كريم، بصراحه بعد شوي المفروض هلا ندخل على مع اخونا كمان، عندي ضيفين اليوم سامي، ضيفين تونسيين يعني كرام، في بعد شوي اللي كان المفروض لازم ادخل مع الاخ سامي كمان في ملكات اليمين. الاخ سامي كمان، بس رح نتاخر عليكم شي نص ساعه اصدقائي حتى نحضر الحلقه اللي بعدها. انا بشكرك كثير اخوي كريم، وبشكرك على الوقت الطيب، واكيد القاك في الاسبوع القادم يوم السبت القادم بنفس الموعد. شكرا لك وشكرا لكم اصدقائي، انتظرونا في الحلقه القادمه بعد قليل، يعني بعد نص ساعه دقيقه واحده. اوكي، مع السلامه حبيبنا كريم، حبيبنا كريم، شكرا لك، شكرا، الى اللقاء اصدقائي.